من الجيجات الموجودة في التكنولوجيا، ودايرينك تحيي كل اللي قاعدين. تفضل. ها؟ دايرينك تحيي الجميلين اللي قاعدين معانا ديل. ديل كله بحييهم؟ هاي؟ أحيينا. معانا منو؟ اسمي الطريبي، أهلي بدلعوني بولي مبارك على الهاتف. أنت بتحب المسلسلات؟ أنا كنت مسلسلات لكن قلبت بقيت فلامي. خلو جن مسلسلات. كيف؟ ما بنسبب مرة كشينة جامعة ديجيتال كده. حول ولا قوة إلا كده. مرة مشت القوفير من 10 صباحا جاء 6 مساء، خسرت لها 400 ألف. 400. أي لما جات البيت دارت أوريه التسريعة ونظيفة كده وحمام مغربي كده ريلاكسات كده. فجات في البيت لقيته بيشاهد في المسلسل، قالت لي انت جنك مسلسل عشان يكشف ليها. نزلت التو كده ولا اشتغل بيها، جات قدامه كده قالت له خسه الفرق بينه وبين غاده عبد الرازق شنو؟ قال لها دي غاده وانت عبد الرازق. انت يا خالو. ايوه. الفرق بين النيل الابيض والنيل الازرق شنو؟ النيل الابيض في السودان البحر ده مويته تكون بيضة طوالي، والنيل الازرق في السودان مويته موسمية بتكون حمراء ومرات تبقى بيضة. اجابة خطأ. الاجابة صحيحة. النيل الابيض بيكون فيه سمك وتفاسيح، والنيل الازرق بيكون فيه جدية وتسابيح. يا سلام يا سلام، تحية كبيرة اليوم. ها استفدنا من ما في العالم مع بابا. بابا لف العالم كله. كله. ما خلى مقامه مشي لها. وقال المرأة بتمر في عمرها بخمس مراحل كالغرات الخمس. اشرح لنا غراتك الخمس دي كيف؟ يعني المرأة من عمر 18 سنة ل 30 كغارة افريقيا. افريقيا كيف؟ يعني دي ما حارة مشيطة كده، الليلة مشي دبي، الليلة مشي الهند، بكرة مشي مسقطي كده كده. يا سلام، ده عمر جميل جدا. ومن عمر 30 ل 40 المرأة كغارة اسيا. كيف؟ بتكون مستقرة اقتصاديا، عربية ذهب ليه هنا كده توب كم يا غبا. يا سلام، ده عمر برضه استقراري جدا. ومن عمر 40 ل 50 المرأة كغارة أمريكية. كيف؟ بتكون مسيطرة على الوضع ومتهيمنة وبخوف الراجل بعد. لا حول، ده عمر صعب. عمك الصفق ده مرته في أمريكا. لا حول ولا قوة إلا. ومن عمر 50 ل60 المرأة كغارة أوروبا. كيف؟ بتتكلم عن تاريخها القديم. أنا كنت موقف الهلال كرة واحد، وأنا كنت لفريقي وحدة كده. ومن عمر 70 ل80 المرأة كغارة أستراليا. الكلام ده كيف؟ بعيدة وباردة وما في زول شغال فيها. يا سلام، يا الله، حضرنا عمر زي ده. انت امك السر وين من الحته دي؟ في استراليا لكن بمثلها كل شهر. في طماطم عطسة قالت كبشة. اقول لك دي؟ هاي. في واحد عنده فار في البيت معذب وعذاب، والفار ده اللي يقضي شادوم بس. لا حول ولا قوة. والقديس ما بقدر الحوقف، كان ينفنف كده يزوغ منه. فيوم القديس قمت له كده، قال الفرق اوه كيف دخل جوا الدولاب. القديس ما وصل بالي الفرق. بعد شوية القديس دخل يده جوا الدولاب كده، قبل لفر على الفرق. الفرق شفت شبكه ليه مياو مياو، صفق ليك الفرق. بعد شوية القديس شدد الفار، طلع قال الله، والله الواحد لو ما كان قاري لغاته كان راح فيها ذاته. الواحد ضرب لزول هنا في دبي. اها. قام عقل قروش وقال لي بجيب لي تغام الرباطات. اي. قال لي بجيب لي تغام وقل القروش. وزول اللي قل القروش ده مات. اي. عنده صاحبه هندي جمعهم بالجنازة هناك. مشى معاه لما وصلوا المقابر، الهندي شاف ليك الناس قاعدين يدفنوا الزول. قام سأل الرباطاني قال لي انت الزول ده ما له بتدفنوا ما تحرقوا؟ قال لي الليله بندفنوا لكن حريقوا لقدام لقدام. اها. مره من ذات المرارات. ايوه. فقع
كان الناس اللي هن صلوا برا برا في الكهرباء قاطعة في الجامع. الكهرباء قاطعة في الجامع كانوا يصلوا برا، جابوا لك الفرشاتين كده فرشاتين برا الجامع. برا الجامع جم الطول صلوا جم إباب الجامع. بعد انتهت الصلاة الناس اللي هن رجعوا بيوتهم، بدا إمام الجامع والمسطول، فقام إمام الجامع بكل حسنية وبراءة أشر للفرشات. أيوة. قال للمسطول لفة، قال لي تجدي يا مولانا. شكرا جزيلا لمولانا.